السلام عليكم، انا فاطمه من قناه افكار من بيتي. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد دي اي واي عباره عن منظم اكسسوارات. الى ما تعرفوا كيفاش صايبتو ممكن تلتحقوا بقناتي. مرحبا. السلام عليكم، انا ملكه من قناه الاعمال اليدويه. اليوم غادي نقدم في القناه ديالي الغطاء الطاوله على شكل البيضاوي. الى بغيتوا تعرفوا الطريقه الصحيحه للفصاله ما عليكم الا تلتحقوا بيا بالقناه. السلام عليكم، معكم خديجه من قناه كنزو تيسوا. ان شاء الله اليوم غنطلقوا باش نعملوا هاد الدايوه، يعني نعملوا هاد الفراشات لتزيين غرف الاطفال الوليدات او البنيات. اذا ما تنساوش تلتحقوا بيا على قناتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غنصاوبوا واحد الورد يعني بالقبص. غادي نحتاجوا القبص كما كتلاحظوا، يعني الجبس، غادي نحتاجوا شي اناء فين نخلطوا، وغادي نحتاجوا ورود يعني ديال الثوب او البلاستيكيه، ماشي مشكل، المهم غير اللي موجود عندنا. وغادي نحتاجوا الماء. اول حاجه غادي ناخذ يعني الكميه ديال الجبس هي الاولى، غناخذ مقدار كاس. طبعا الاناء لابد ان يكون صغير، زعما ما يكونش كبير بزاف، يكون صغير باش نقدروا نتحكموا فيه. لكن انا غادي نقضي بهذا لان هذا هو اللي عندي. ندير الكميه اللي غتكفيني فقط، ندير كاس ونصف. من بعد غادي ناخذ الماء، نحاول ندير الكميه اللي نخلط به هذا ويكون يعني سائل، ما يكونش قاسح. للاسف انا ما عندي باش نخلط، لهذا غادي نخرج بيدي. غادي نحاول الماء مكان يكون سائل، ما باش ما يقسح ليش دغيا، يعني باش يبقى رطب خصو يكون الكميه ديال الماء كبيره شيئا ما. بعد غادي ناخذ الوردات ديالي وغادي نغمسو المايا في هاد القبص، يعني نحاول نديرهم هكا. هما عامرين هكا يعني بالجبس بهاد الطريقة كيما كتشوفو، كيما كتشوفوها هي كتجي بحال هكا. نفس الطريقة اللي عندي هنا غادي نديرها للوردات الأخرين كيما كتلاحظو. من بعد غادي نجي غادي نحاول ما أمكن، يعني إلا كان عندكم كرتون ديال البيض من الأحسن تستعملوه باش يشدلكم الفورما ديال الوردة، لأن أنا ما نسيت ما جبتوش، يعني ما عنديش كرتون ديال البيض هنا. نحاول ما امكن الورقات، نعزل كل ورقه بوحدها كما كتشوفوا، يعني باش تكرم على نفس الفورمه ويجيوني مزيان. بالنسبه لهذا الداخل هذا طبعا غادي نحاول نقص منه شي شويه ديال القبص، ما يبقاش هنايا كثير. غادي نحطو منشفو وغادي ندوز نوريكم العلبه اللي غادي نحاولوا ما امكن نردوها، علبه الاكسسوارات. كما كتشوفوا من بعد ما صبغت العلبه ديالي ونشفات، دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نزينها. صبغها بهذا لارجونتي، صبغه فضيه هذه، غادي نصبغ هذه، وكذلك غادي نصبغ حتى هاد لافاس هذه ديال المرايه، يعني اللي غادي تكون الفوق خصها ضروري تكون عندي بهذا اللون. عاد نرجع ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نزوقوا هاد الجوانب هذا بهاد الحجيرات. هادو كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الخياطه وبلاستيكيه، موجودين عند الناس الخياطه بالالوان وبالاشكال. وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يجي العمل ديالنا. غادي ندوز نصبغ هادو ان شاء الله وعاد نكملوا العمل. غادي نتسنى فيه هادو حتى يشوفو مزيان، غادي نردهم على الجن. هذا غادي نقطعو وغادي نزين به هاد الفوق هذا ديال العلبة.
ندوز للسقوم كما كتشوفوا، يعني بالكولا اللي ساق ديال البيستولي. بعد ما نشوف ليا هذا كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش نركبوه هنايا، يعني نركبو في بلاصتو. مبغيتش نركبو قدامكم لان المرايا كتعكس يعني المنظر كاع كامل اللي كاين في هنايا، مبغيتش نبان. هذاك الشيء علاش غادي ندوز ندير بالفيسات، يعني ندير الفيسات هنايا، ندور هذه وندير الفيسات من هنا ومن هنا ومن هنا. صافي كما حليتها غادي ندوز دابا نسدها ونوريها لكم ان شاء الله من بعد اشنو خصنا نزيدو فين غادي نحطو الوريدات. من بعد ما ركبت المرايا غادي ندوز دابا باش نركب هادو بلايصهم. غادي نهرس هاد السمر. شوف حاجه اخيره غادي نزيدها وهي هاد السلسله هذه، يعني هذوك الحجرات اللي كيتركبوا كما كتشوفوا غادي نزيدهم هنايا، يعني غادي نركبها هنا باش تشد لي المرايا حيت نحل البواطه ما تبقاش تهبط ليا هذه هكا، يعني ضروري خصني نثبتها هنايا بلا كرافوز على القياس اللي انا بغيت المرايا تكافي. شوفوا جات بهذا الشكل هذا، نتمنى تكون يعني عجبتكم. طبعا اختيار الالوان وهذا كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وانا جايه من هنا غادي نبان كما كتشوفوا هاد القضيه اللي درت هنا، كنت غادي ندير واحد الشكل اخر لكن ما يعني كيتقطع، هذاك علاش استغليت نفس داك اللي زوقت به على برا هو اللي درت من الداخل، باش حيت الواحد يبغي ياخذ لي زاكسيسوار يلبسهم يعني كيشوف المرايا ديالو عادي. بالنسبه لهذه طبعا راه كتجي هكا، كتجي هكا وكنسدوها. نتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه، وتحولوا كما كتشوفوا علبه ديال اكياس الشاي للعلبه ديال الاكسسوارات. طبعا انا كنوريكم دائما الفكره وانتم كتختاروا الالوان اللي تناسبكم. ما تنساوش دائما الا كتعجبكم القناه ديالي ديروا سبسكرايب يعني اشتراك، وتابعوني وتنشروا الفيديوهات على نطاق اوسع يعني باش تعم الفائده. نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في العمل المقبل باذن الله. بسلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا نزهة، نزهة خصني نقول نزهة واخا يضحكي انت راه كنسمعك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله لا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكتي أمينة، سكتي خليني نركز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة أفكار زها. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة أفكار زها. اليوم إن شاء الله غادي تكتشفوا معايا كيفاش غادي نصوبوا هاد العلبة ديال الأكسسوارات. لا ماشي. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله البنات غادي لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علاش كنت زربانة؟ الو واخا نكتبها كتلف لي والو. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة أنا نزهة أوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة أفكار زها. إلا بغيتو تعرفوا كيفاش تحولوا علبة أكياس الشاي إلى علبة بحال هذا الشكل هذا، التحقوا بيا في القناة ديالي باش تكتشفوا كيفاش نصاوبوها. وصقت في 17 لثانية ومشكلة هذه. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة أفكار زها. إلا بغيتو تعرفوا كيفاش تحولوا علبة أكياس الشاي إلى علبة عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم البنات اليوم ماشي اليوم البنات دابا ما عرفتش كيفاش نبداها كاع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة من قناة كنبغي نقول ألزها، باقي عاقلة ألزها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزهة، نزهة ضروري نزهة راه ماشي نزهة.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا نزهه من قناه افكار زهه. الا بغيتو تعرفوا كيفاش صوبت هاد الدي اي واي التحقوا بيا في القناه ديالي تكتشفوا الطريقه ان شاء الله. بسلام عليكم. علاش نقول بسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا نزهه من قناه افكار زهه. الا عندكم شي علبه ديال اكياس الشاي بغيتو تحولوها لعلبه اكسسوارات بحال هذا الشكل التحقوا بيا في القناه باش تشوفوا كيفاش غنصوبوها ان شاء الله.